للحديث عن الفساد الحكومي وتداعياته في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. بعد وصف عضو لجنة النزاهة النيابية وزارة الصناعة وصفه لها بالوزارة الفضائية كونها تابعة لجهات سياسية وليست تابعة للدولة وسحب تحالف سائرون لدعمه عن عبد المهدي، إلى أي مدى ترى أن هذا الحديث المتزايد عن ملفات الفساد سيعجل بشكل أو بآخر بالإطاحة بحكومة عبد المهدي؟ حقيقة من بداية حكم السيد عادل عبد المهدي ولغاية اليوم دلل على ضعف الحكومة التي شكلها، وبنفس الوقت لم يتمكن السيد عادل عبد المهدي أن يفرض نفسه كرئيس وزراء ومسؤول أمام الشعب ومنتخب. حقيقة دلل على أن القوى السياسية تستطيع أن تضغط عليه وتحصل على ما تريد. بنفس الوقت لم يتمكن عادل عبد المهدي من تقديم الفاسدين إلى القضاء، وهذا مطلب جماهيري ومنذ الحكومة السابقة ولغاية الآن. أما وزارة الصناعة وطبيعة الفساد الموجود فيها وفي الوزارات الأخرى، هناك وكلاء للقوى السياسية التي نسميها بالدولة العميقة، تتحكم في المشاريع وتتحكم في عملية توزيع المشاريع والثروة أو التخصيصات الخاصة بالوزارة على المناصب الموجودة في داخل الوزارة والاستحواذ على المال العام من خلال قد تكون مشاريع سواء وهمية أو غير وهمية لم يتم عملية استكمالها، وهذا ما تحقق بشكل واضح المعالم أن هناك أكثر من 3500 ملف للفساد خاص بالوزارات والحكومات، علما بأن حكومة السيد حيدر العبادي اتخذت قرارا بإزالة جميع هذه العناصر الموجودة في الوزارات كوكلاء للأحزاب السياسية المتحكمة، ولكن السيد عادل عبد المهدي لم يتمكن ولم يستكمل الإجراء في استبعاد هذه العناصر نتيجة لضعفه. وأنا في اعتقادي أن الشهر القادم بعد ازدياد درجات الحرارة وسوء عمليات التوزيع للطاقة الكهربائية إضافة إلى المياه والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها سيؤدي ذلك إلى حراك شعبي يسقط حكومة السيد عادل عبد المهدي الغير مكتملة. نعم، في هذا السياق والحديث عن هذه الاحتجاجات خرجت العديد من التظاهرات في الجنوب للاحتجاج على الكهرباء، وربما يتحدث الكثيرون عن احتمال تكرر نفس سيناريوهات العام الماضي من خلال اتساع رقعة هذه الاحتجاجات، ما مدى صحة ذلك؟ هذا سيحصل ليس فقط في الجنوب وإنما في مناطق كثيرة من محافظات العراق، خصوصا ونحن نعاني من زيادة في نسبة البطالة، زيادة في نسبة معدلات الفقر، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن، دخل الفرد لا يتناسب مع الغلاء الموجود، إضافة إلى الوضع الأمني الذي لم يتطور، انتشار السلاح خاصة في المناطق العشائرية والجنوبية وبين فترة وأخرى تحصل كثيرا من المناوشات المسلحة، دليل على ضعف السيد عادل عبد المهدي وحكومته، وهذا يؤدي إلى ازدياد مساحة الحراك الشعبي وانتقاله من محافظة إلى أخرى. وعلى ما أعتقد نهاية هذا العام ستكون استقالة السيد عادل عبد المهدي ليهرب إلى الأمام وليس إلى الخلف، ويضع كما قلتم يضع الكرة في ملعب القوى السياسية الفاسدة حقيقة والتي تعمل على دعم الفساد بشكل واضح المعالم من خلال عدم تقديم الحكومة لأي شكل من أشكال الخدمات بشكل واضح للمواطن.
دكتور صباح، ما العلاقة بين إيران وتزايد الحديث عن ملفات الفساد الأخيرة بعد تولي عادل عبد المهدي لهذه الحكومة، الفساد في خاصة في وزارة الصحة؟ حقيقة منذ أن جاءوا بالسيد عبد المهدي رئيسا للوزراء دليل على ضعفه في عدم وجود قاعدة تعمل على حمايته، وهذا هو الجوهر الأساس لعمق الفساد الموجود، الفساد السياسي بالدرجة الأساسية الذي يعمل على دعم جميع القوى المدعومة التي تمتلك ولاء لإيران. فإيران في الظرف الحالي تعمل على الحفاظ على الفاسدين كسبا للولاء المالي والإداري والسياسي، خصوصا وهي تعاني من ضغوط كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على الصعيد المالي والاقتصادي والنفطي وحتى العسكري أيضا. نعم، كيف تفسرون استنزاف المال العام من خلال على سبيل المثال للحصر توزيع راتبين للمنتسبين في شرطة الديوانية، أو وضع قوائم وهمية لأعداد السجناء للاستفادة من ملف إطعامهم؟ حقيقة هذا الموضوع منذ 2003 والقرارات والقوانين التي اتخذت بدءا من عمليات دعم للشهداء ودعم السياسيين والمناضلين والخدمة الجهادية وغيرها اللاحظ، وتحدث السيد حيدر العبادي أثناء حكومته في بدايتها في 2015 أن هناك أكثر من 50,000 من الفضائيين في وزارات الدفاع والداخلية وغير ذلك، فكيف هي موجودة في بقية الوزارات والموظفين أيضا؟ عملية الدعم في الظرف الحالي محاولة لإرضاء مؤقت للفترة الحرجة التي تعيشها حكومة السيد عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية أو منتسبيها، ولكن دون التدقيق بوجود هؤلاء أو عدم وجودهم، فإذا معنى أن الفساد ينخر مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها. ولذلك نلاحظ بالمال العام تستطيع تغيير كثيرا من القضايا الخاصة بالأحكام أو بقضايا الشكاوي التي يقدمها المواطن. شكرا جزيلا لكم دكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.